حضراتكم في اخر فقره، والفقره دي خلينا نقول هي مختلفه في كل حاجه، مختلفه عشان معانا اولا ابنه ثنائي جميل جدا في الفن، وكمان هي شخصيه مختلفه. هي فتاه، لكن نتكلم هنا عن ميكس بين الرياضه وانها مراه وانها كمان ليها علاقه بالفن، فحاجه جميله جدا. خلينا نرحب بيها بالبدايه كده، خلينا نرحب برشا سامي العدل، وهي طبعا ابنه الفنان الكبير سامي العدل ربنا يرحمه يا رب، والفنانه الجميله ناديه شكري. ومين مش عارف الفنانه ناديه شكري ومسرحيه طبعا العيال كبرت، نورانا بجد، ربنا يخليك نورك يا رب. سعداء بوجودك معانا يا رشا، وانا وعندنا الحقيقه يعني ملفات كتير نتكلم معاك فيها، بس قبل ما ندخل في الاسئله وقبل ما نفتح اي ملفات، عايزين نقول لك الف مليون مبروك اللي حضراتكم شايفينها معانا منورانا على الشاشه، اصبحت جدا مؤخرا. طبعا بقيتي تيتا يا رشا، اتفضعت خلاص كده يعني ايه ما شاء الله. بقيت جدا الحمد لله، عندي حمزه ما شاء الله ربنا يخليك، وكمان قائد لاول فريق موتوسيكلات مختلط في العالم. لا مش اول فريق موتوسيكلات مختلط، طبعا في مختلطين، لكن انا اول ست ابقى رئيسه جروب فيه رجاله وستات ام سي، لان طبعا في فرق ما بين الار سي والام سي، ده يطول شرحها طبعا. ايه الار سي والام سي؟ بص، الار سي ده رايدنج كلب، بتبقى الاهداف منه او اي حاجه ما ملهوش اهداف خالص، هو عباره عن ناس عايزه تركب موتوسيكلات مع بعض وخلاص. الام سي هو اكتر فاميلي، يعني هم بيبقوا عيلة أكتر، بتبقى متطلبات أصلاً الدخول ليها صعبة مش سهلة، مش مجرد أن حد بيركب موتوسيكل فإحنا ناخده معانا، لأ طبعاً بيقعد يخش الأول ما بين العيلة دي، العيلة الكبيرة اللي هي بتاعت الموتوسيكلات، يندمج معاهم، يتعود عليهم، يعرف عاداتهم وتقاليدهم، يعرف هم عاملين زي، يبقى معاهم حتى في إيفنتات ملهاش علاقة بالموتوسيكلات، فهو مبني اساسا عن العيله، ونمط حياه كامل نقدر نقول بالظبط كده على بس عيله. مش غريبه شويه رشا ان تبقى اول سيده او اول فتاه بتكون هي رئيسه لفريق مختلط، تكون من مصر، علما بان في الغرب ومن زمان قوي الثقافه مختلفه طبعا بطبيعه الحال، ففكره ان في بنات بيسوقوا موتوسيكلات اقدم واكثر بكتير من عالمنا العربي. لا للاسف الفهم الخاطئ، انا هقول لك دايما بيقول لك ان هنا عندنا تفكير رجعي شويه، وان الست مكانها البيت والحاجات دي. للاسف في الام سيز بره مصر الست اصلا ممنوع تركب موتوسيكل في اي ام سي، يعني ما ينفعش تبقى اصلا ممبر عضو من الاعضاء معاهم، ما تنفعش اصلا تبقى موجوده، لان هي مكانها البيت، يعني تبقى اول ليدي او انها تبقى سيرفيس ليهم ايا كان بقى، مش عايزه اقول بس خدمات اخرى. أوكي. يعني لكن كون انها تبقى بايكر لا، ده مستحيل، ده ممنوع اصلا. فانا كسرت العادات والتقاليد العالميه، اذا كان في اوروبا او اذا كان في امريكا او اذا كان في اي بلد في الدنيا اجنبيه. يعني بنتكلم ده مش اول فريق موتوسيكلات مختلط في العالم، لا هو فيه بس لان فيه، ولكن دي معلومات اللي الاعداد كاتبها، يبقى دي غلطه بقى. لا لا لا، هو ار سي، الار سي في منه كتير، احنا ام سي، فالام سي هو انا فعلا اول. انا كده فهمتك دلوقتي ان معلومات اول انها قائده لاول فريق موتوسيكلات مختلط في العالم. ايوه ام سي بقى، مش يعني مش ار سي، ار سي ده ممكن اي حد عادي ينزل معاهم، ممكن تبقى جاست عادي، مش لازم تبقى ممبر، و يعني ده اسمه باتش. في حاجه اسمها باتشات ورا اللي انا محطوطه في الفيست من ورا دي، اسمها فولي باتشد. فولي باتشد ممبر، مش هتلاقي ست فولي باتش ممبر اصلا في اي جروب ام سي، لكن ممكن تبقى مرات حد تركب وراه مثلا. لا بس انت غيرتي القاعده دي، اهم حاجه. انا كسرت البدايه اصلا، جت منين يعني فكره حبك للموتوسيكلات والموتوسيكلات اللي هي اللي انا طبعا ما بفهمش قوي في الحاجات دي، بس يعني رشا من الناس اللي كل يوم والتاني حضراتكم تلاقيها منزله على صفحتها على الفيسبوك يا اما صور فوتوغرافيه يا اما فيديوهات، في الحالتين بتقود سرب كبير ملوش اول من اخر من موتوسيكلات ورجاله ومجانس وراكي. ايوه، بداية حبك للموتوسيكلات جت منين؟ أنا بركب موتوسيكلات من وأنا عيلة صغيرة جدا، من أيام البيبي هوندا بقى، ومن أيام الموتوسيكل اللي هو كان عجلة ويقلب بموتور. أيوة كده ويقلب. أيوة موتوسيكل. فأنا كنت بركب من وأنا عيلة صغيرة قوي، والموضوع كبر معايا شوية وسبت مصر ورجعت تاني وأنا الموضوع في دماغي، وبابا كان مانعني طبعا عشان حوادث وعشان طبعا. أنا بنت، وعشان برضو نفس الفكر التقليدي بتاع الناس إن إزاي بنت تركب موتوسيكل. لحد ما يعني بابا كان تعبان قبل ما يتوفى على طول، وقال لي نفسك تعملي إيه؟ اللي أنت كان نفسك تعمليه وعملتوش، ما تضيعيش عمرك يعني. فقلت له نفسي أرجع أركب موتوسيكلات تاني، قال لي لسه لحد دلوقتي؟ قلت له بس أوعدك أنا مش هسوق ريس تاني، لأن أنا كنت زمان بسوق ريس. تمام.
الله بصلي على كامل الدول. ايوه ده التعليق المناسب. ف اول ما لقيته بيقول لي انت مش عيله صغيره، انت واحده اتجوزتي وخلفتي وكبرتي خلاص، اعملي اللي نفسك فيه بس خدي بالك من نفسك وما تغلطيش وما توعيش وما تعمليش. قلت له حاضر. فاول حاجه عملتها ان انا طلعت من اوضته في المستشفى اتكلمه واحده صاحبتي بتركب موتوسيكلات، قلت لها هي دوري لي على موتوسيكل انا هركب موتوسيكلات. وفعلا حصل وانضميت لفريق الاول قبل ما اعمل الفريق ده. بس ما حصلش نصيب، هو فريق زي الفل وجميل جدا ومن الفرق الكبيره قوي في مصر وما زالوا لحد دلوقتي اصدقائي، ولكن انا ما حسيتش نفسي ما بينهم. اما جيت طلعت من الفريق ده لقيت الناس بتتحداني وبتتريق عليا، واللي هو انت فاكره نفسك هتعملي ايه يعني، انت مشيتي اهو ما بقاش عليكي جروب. فلقيت ايه ده، هو انا ليه ما اعملش اصلا جروب؟ لقيت واحد صديقي جدا بيركب موتوسيكلات، قلت له انا بفكر اعمل واحده اتنين تلاته، قال لي ثانيه واحده، وقام راجع لي قال لي انا سبت الجروب اللي انا فيه يلا بينا. قلت له يلا بينا انت مجنون، انا لسه يعني لسه بقول لك انا بفكر. انا بفكر، انا لسه ما عملتش اي حاجه. قال لي انا معاكي وانا متاكد ان انت هتعرفي تعملي ده. وقد كانت. هو حاليا النائب بتاعي مينا جورج، هو ده اللي شجعني اصلا ان انا اخش في الطريق ده واعمله، وقال لي انا وراكي اللي انت عايزاه وهنوصل سوا باذن الله. وحصل. حد من ولادك يا رشا عامل زيك يعني عنده الروح دي؟ بنتي عندها 13 سنه. البنت برضه بنتي مبسوطه قوي بالموضوع ده وبتيجي معايا، وابني على فكره برضه بيسبورت كتير جدا وبيركب ساعات ورايا يقول لي تعالي خديني لفه كده ويبقى مبسوط، وهو نفسه يركب موتوسيكلات برضه بس لسه يعني قال لي ايه شويه كده ايه عايز اخش معاكي الاول افهم ايه الموضوع واقابل الناس وكده وابتدي. انت وصلتي في واحده من رحلاتك لحدود سوريا؟ انا لفيت لبنان كلها. أوكي. يعني انا رحت عندي اصحابي كتير في لبنان برضو كانوا بايكرز، قابلتهم هناك وادوني موتوسيكل من عندهم كمان، لفيت بيه لبنان وطلعنا على حدود سوريا وحدود اسرائيل ورجعنا. اوكي. شيقه قوي. انا مبسوطه جدا والله. لا وبعدين ببساطه يعني تتكلم بعادي. وعلى فكره احنا كل سنه كمان بنطلع بنلف سينا كلها، يعني في جروب اسمه ايجيبت رايدرز ده برضو من الجروبات الكبيره قوي. الجروب ده كل سنه بيعمل حاجه اسمها سيف سيناي، سيناء امنه، بنطلع نلف في بنروح شرم الشيخ وبعدين نطلع من شرم الشيخ على دهب وبعدين نويبع وطابه ونرجع تاني. فكل سنه احنا بنعمل الرحله دي وانا الحمد لله يعني كل سنه بطلعها معاهم. طب قولي لنا بقى على السيرتيفيكت اللي قلتي لي قبل الفاصل اللي فزتي بيها. وده كان في تحدي تبع وزاره الشباب والرياضه واتحاد دراجي مصر، يعني ان حد يعمل 1000 كيلومتر بالموتوسيكل ويعمل 50 كيلومتر مشي. 50 كيلومتر امشي 50 كيلومتر امشي 50 كيلومتر مشي و1000 كيلومتر بالموتوسيكل. فده كان تحدي من الوزاره وانا نهيته اهو الحمد لله. اخذتي مركز ايه اول؟ والله هي مش بالمركز، هو انا انهاء التحدي. فاحنا انا نهيت التحدي. عملتيها ضمن كام حد بقى معاكي؟ هو احنا اتنين اللي عملناهم، انا ووائل طامو. وائل طامو ده رئيس اتحاد يعني هو اتيوب ذا يونايتد براذرز اوف بايكرز اوف ايجيبت اللي هم اتحاد الدراجين في مصر يعني. طب انت طب سيبك من ال 1000 1000 كيلومتر بالموتوسيكل، ال 50 كيلومتر احنا هنوقف عند النقطه دي. يتوقف عندها قعدت فيه قد ايه دول؟ هو المفروض ان احنا بنعملها على مدار شهر، ولكن انا كان اياميها كنت بعرض مسرحيه فما كنتش فاضيه خالص ان انا اعمل ولا ال 1000 كيلومتر ولا ال 50 كيلومتر مشي. ففضلت مرحله 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 لحد قبل انتهاء التحدي بحوالي 4-5 ايام، وقررت ان انا لازم اخلص ال 1000 كيلومتر وال 50 كيلومتر ماشي. فخدت بعضي ركبت موتوسيكلي طلعت لحد الغردقه، لفيت شويه في الغردقه، رحت قعدت في الجونه، وقمت راجعه بعديها بيومين رجعت على القاهره وابتديت اتمشى مره الصبح مره بعد الظهر مره بالليل هكذا لحد ما خلصت ال 50 كيلومتر. وبتتحسب ازاي بقى؟ بيحسبوها ازاي؟ في برنامج بيبقى موجود على الموبايلات عندنا. احنا بنبتدي بنعمل ستارت من الستارت بوينت بتاعتنا مطرح ما بنبتدي ومدايسين عليه وهو بيحسب بقى ايه اللي بيتعمل. نفس الحكايه مع الموتوسيكل، بنصور العداد بتاع الموتوسيكل عشان برضو نثبت ان احنا فعلا عملنا ده يعني. طيب جميل. احنا لسه عندنا محاور كتيره هنتكلم فيها مع رشا سامي العدل، وفيها كمان الشق الفني بقى والعائلي، لان معانا صور جميله محضرينها لحضراتكم. بس خلينا نروح فاصل سريع ونرجع نكمل. يا اهلا بكل حضراتكم من جديد، عوده لعشرة الصبح في الاهلي ولضيفتنا الجميله اللي منورانا رشا سامي العدل. ولمجرد ان اسمها رشا سامي العدل
يبقى مفيش مفر غير ان احنا نتكلم عن الفن في حياة رشا. وانتي نشأتي في أسرة فنية من طراز رفيع وبتتسم كمان بان العيلة عندك مقسومة نصين، نص أهلوية جدا قوي خالص ونص زملكاوية جدا قوي خالص. دي حقيقة، دي حقيقة. وناس كتير قوي مستغربة انا ازاي طالعة أهلوية مثلا وطالعة أهلوية لمين. هو انا فعلا هم ست اخوات، ثلاثة أهلوية وثلاثة زملكاوية، ولكن اولا انا امي زملكاوية، سوري اهلاويه. ماما اهلاويه اصلا. غير كده انا اتربيت من وانا عيله صغيره قريبه جدا من عمتي، وعمتي اهلاويه يعني هي اللي كانت بتقعد معايا وهي اللي كانت على طول بتذاكر لي وكانت بتعمل لي كل حاجه، وانا بعشق عمتي. فعمتي اهلاويه، فاكيد طبيعي جدا ان انا اتعودت ان انا اقعد اتفرج معاها على الماتشات واشجع الاهلي، فبقى الاهلي يعني في دمي خلاص. اعمل ايه طيب يعني، فدي حقيقه موضوع ان انا اهلاويه. الماتشات اللي فاتت والبطولات الواحده ورا الثانيه. بصي، او انا من ساعه ما بابا توفى وانا اصلا ما بفتحش التلفزيون كتير، ولكن غصب عني الاهلي يعني تلاقيني قمت الاقي ماتش اهلي ايدي تاكلني، فتلاقيني قمت رايحه مع صحابي اتفرج على الماتش، افتح الماتش في البيت كده يعني. فاكيد بتهيألي من صغرك يعني حضرتي تصوير اعمال كتير وكنت موجوده دايما في بلاتوهات السينما والتلفزيون طبعا، ومسرح كمان كنت بروح المسرح مع ماما كتير جدا، لان انا طبعا حتى بعد ما انفصلوا يعني بابا وماما انا كنت على طول مع ماما، فكنت بروح معاها بابا، كنت بروح معاه طبعا بلاتوهات اذا كان بقى مسلسل فيلم ايا كان، على طول كنت معاه. ولحد ما توفى كان بيبقى مثلا عنده عرض مسرحي او كده كان يقول لي تعالي اتفرجي قولي لي رايك، تلاقيني من اول الناس اللي بروح. و انا بقول لنا بقى دي كانت امتى الصوره دي، في مسرح ولا فين؟ لا الصوره دي من غير ما نقول فين طيب بس الصوره دي كانت في التسعينات، كانت بالظبط سنه 95. كنت انا لسه، انا كنت عايشه في استراليا اصلا، فكنت لسه راجعه من استراليا فريش، وكان بابا وحشني جدا، فكنت شبه ببقى معاه كل يوم في الايام دي. حلو جدا. ودي مع بابا وماما طبعا في بيتنا القديم قوي، اول بيت اتربيت فيه اصلا في اول الهرم ورا المحافظه، محافظه الجيزه. وده كان في عيد ميلادي مع اونكل الله يرحمه اونكل احمد زكي، كان في عيد ميلادي. وعاده بابا كان بيعمل لي عيد ميلادي ويعزم كل اصحابه الفنانين يعني. احمد زكي معروف عنه الله يرحمه طبعا، هو كان الاطفال بيحبوه حبيبي. لا الاطفال كانوا بيحبوه قوي كمان. او انا علاقتي بيهم كانت مش قصه اطفال على قد ما هي الناس دي كانت عايشه في بيتنا يعني طبعًا. كانوا على طول عندنا طبعًا. في البيت حبيبي حبيبي. ده كان سنه 96 عمر الشريف الله يرحمه، حبيبي حبيبي انا وماما. ده كان عيد ميلادي ال 22 وبابا اللي كان عامله لي. ما اتغيرتش كتير عن مسرحيه لا ولحد يعني دلوقتي هي مينيون قوي، هي حاجه صغيره كده قصيره وتقطعها مسمسمه كده و جميل. جميله نونه حبيبي. طبعا عادل ادهم، كتكوت الامير، يا ده زمن برده. كان في عيد ميلادي على فكره، وده كان في عيد من اعياد ميلادي برده مع ماما وبابا. على فكره بابا وماما كانوا مطلقين في الصوره دي، كان هنا بقى اكبر من 5 سنين صح كده؟ كان اكبر من 5 سنين تقريبا، كان عيد ميلادي السادس ده او السابع حاجه كده يعني. وده عيد ميلادي برضو. انت كنت بتضيع عيد ميلاد بس ولا ايه؟ بابا على طول كان بيعمل عيد ميلادي، ولو تلاحظ انا عمي رمزي موجود في الصوره، وعمي مدحت، وبابا وماما طبعا. وده اللي بيميز ماما وبابا طول عمرهم ان هم كانوا اصدقاء، ويمكن انا اتعلمت ده منهم حتى مع طليقي ان هو ما زال صديق. عمر يا حبيبي عمر حريري برضو كان في عيد ميلادي برضو كان في عيد ميلادي. بابا كان دايما بيحرص ان هو يعمل عيد ميلادي كل سنه. صحيح. طيب ايه اجمل يعني ذكرياتك بقى في مسرحيه العيال كبرت تحديدا، وما كنت بتروحي مع الفنانه الجميله والدتك ناديه شكري؟ وقتها كان باباكي ومامتك لسه ما اتطلقوش انا عارفه، فيعني اجمل الكواليس. بصي هو انا ما افتكرش قوي لان انا كنت صغيره جدا، انا كان عندي حوالي 4 5 سنين. كنت بتروحي معاها؟ بس ما افتكرش قوي. هو انا كل اللي فاكراه ان بابا وماما كانوا الاثنين بيعملوا مسرح قدام بعض. هو ده اللي انا عارفاه، ان كان في شاهد ما شافش حاجه، وبابا كان عامل دور الاسد، وماما كانت عامله العيال كبرت، وكانوا الاثنين يعني كانوا قصاد بعض يعني. فكنت ده اللي انا عارفاه، لكن حضرته وفاكراه لا طبعا. كانوا من اهم المسرحيات يعني، مسرحيتين اقوى طبعًا من بعض طبعا. ومدرسه المشاغبين وحاجات برضو اللي اثرت في المجتمع يعني. مش عارف، مش جاي لي قلب اسالك على يعني
اغرب مغامره؟ ما انت حياتك كلها مغامرات الحقيقه، اصعب رحله بالموتوسيكل الحوادث برضو اللي حكيت لنا انت كمان قلت لنا ان في عندك نقطه كده توعويه عايزه تاكديها على اللي بيتفرجوا علينا. انا نفسي البني ادمين يبقوا عارفين ان احنا ماشيين على عجلتين. انا لو راكبه عربيه باربع عجلات وحد كسر عليا عادي جدا ان انا ممكن اخد شمالي شويه او اخد يميني شويه، لكن لما بقى على عجلتين وحد يجي فجاه ويوم كاسر عليا او داخل من قدامي او مقرب مني جدا، يعني مقرب عربيته من الموتوسيكل، انا ممكن اقع، انا ممكن اموت. وبعدين احنا بيبقى معانا اولادنا وساعات الرجاله بيبقى معاهم مراتاتهم او امهم او كده، يعني المفروض يراعوا الحته دي ان مش معنى ان احنا على عجلتين ان احنا عادي، مش مشكله ان هم يعملوا فينا كده او يوقعونا، احنا روح طبعا. وبعدين احنا ناس محترمه، يعني احنا مش من الناس اللي بتعدي من جنب ستات تاخد شنطتها. على فكره ده بتحصل، انا ببقى معديه من جنب بنت ماسكه شنطتها، اول ما تسمع صوت موتوسيكل تقوم ماسكه الشنطه لا احنا مش كده، يعني احنا ناس ولاد ناس وبنركب موتوسيكلات هوايه، مش واخدينها مصلحه او ان احنا نعمل بيها حاجه وحشه، بالعكس ده الهوايه دي بتبعدنا عن الوحش، بنات وشباب يعني بتبعدهم عن السهر، عن شرب الخمر، عن المخدرات، عن اي سلوك وحش او بيهيفير وحش ممكن يتعمل بتبعد عنه، لان انت بتبقى عايز تركز على الطريق، مش عايز تقع، مش عايز تعمل حادثه، مش عايز يحصل لك حاجه، فبتبقى عايز تبقى كونشنس. طب انت يا رشا طالما واصله مع الموتوسيكلات للدرجه دي، ما فكرتيش ان انت يبقى في شكل احترافي وشكل يعني في منافسات معينه، بطولات معينه؟ انت طبعا ادرى مني بعالم هو في ده النارية. هو ده في ده اوكي اوريدي موجود، بدليل انت قدامك دلوقتي ميداليه مثلا، فرصه برضو نعرف عندك الميداليه اللي هي اللي بعلم مصر دي. اوكي دي انت بقى لعيبه في الحاجات دي. ايوه واخده على الميداليات، خلي بالك واخده على الميداليات دي. دي كانت موتو شوت. الموتو شوت دي كانت بنضرب تارجتس اهداف واحنا على الموتوسيكل سايقين، يعني واحنا ماشيين بالموتوسيكل وبتضربي الاهداف وانت ماشيه، وكانوا محطوطين كذا هدف، فانا الحمد لله جبت سكور عالي قوي. واو الاهداف. انت عندك من الامكانيات ما يؤهلك لان انت تتزعمي عصابه على فكره، موتوسيكلات وضرب نار وجو جامد، يعني بنحاول بس مش عصابه يعني. يا رشا ما جربتيش خالص ولا كان جيب بالك ولا عصتي مره؟ بصي هو احتمال ان شاء الله قريب يبقى في مفاجاه ان احنا نطلع في حاجه كده، وده حاجه حصريه ل10 الصبح في الاهلي. رشا سامي العاد دي احتمال كبير جدا بعد كل السنين دي تشاركي في عمل سينمائي. احتمال باذن الله حاجه تخص الموتوسيكلات، وهيبقى في حاجه. هقول لك بشكل بطولك ولا بموتوسيكلك؟ لا بالموتوسيكل وبالجروب كمان. حلو. يعني الجروب كامل ان شاء الله باعضائه هيبقوا بارتيسيبيتنج في فيلم في اثاره بقى واثار بقى وعصابات ومافيا وكل حاجه في الدنيا ان شاء الله باذن الله. يعني بنتمنى لك كل التوفيق ومزيد كده من النجاحات. سعدنا جدا جدا بوجودك معانا النهارده رشا سامي العدل، من الناس اللي هي بتتنفس درجات ناريه، ده وصلت بيها لدرجه ان في الفالنتاينز متصوره مع موتوسيكل احمر. طب انا موتوسيكلي احمر اصلا. نورتينا يا رشا، ربنا يخليك بنورك. ميرسي وشكرا ليكم. نورتينا ومثال جميل بجد، وفي بوزيتيف انرجي، في ناس بتقابليهم بيديكي بوزيتيف انرجي، طاقه ايجابيه. رشا بجد من الناس دي، ربنا يوفقك. هنشوفك تاني ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله اتمنى. الحلقه كده خلصت وانتهت. اتفضل يا استاذ كريم. اشوفكم على خير ان شاء الله بكره باذن الرحمن، قبل دلوقتي بساعتين يتجدد اللقاء وحلقه جديده و10 الصبح في الاهلي.